اهلا بيكم في الاستوديوهات التحليليه للاعمال الرمضانيه، والنهارده معانا استوديو الاعلانات. دنيا سميره غانم عملت اعلان معوي رمضان في رمضان، لبست بربل، عملت سكتشات وحركات، وعملت اغنيه حلوه ورجعتنا 10 سنين ورا. علشان كده دنيا سمير غانم في مراجعه الاعمال الرمضانيه هنديها 10 من 10، وهنقابل دنيا سمير غانم في النص الثاني من رمضان في مسلسل جت سليم، واعتقد برضو كالعاده ان احنا وقتها هنديها 10 من 10. اعلان زهره الساحل الشمالي بعد ما عشمونا السنه اللي فاتت باسر ياسين ومريم فارس، السنه دي جايبين لنا محمود العسيلي والبنت المفعوصه اللي احنا مش عارفين لها اسم دي هي اسمها ايه؟ اسمها رزان. شفتوا الراجل اللي رد؟ وعلشان كده الاعلان ده هنديله 4 من 10. نصيحه للقائمين على زهره، المره الجايه لا تجيبوا اسر ياسين لخالد النبوي، مش هنقبل بقى اقل من كده، وهديكوا بعد كده في المره. تالت اعلان معانا اعلان فودافون عمرو دياب ومحمد صلاح، لا انا كده ما اقدرش اعلق عليه، ما هو ده الهضبه وده فخر العرب. رابع اعلان معانا هو زيد بار ياسمين صبري واحمد عز، وانا لو هدي تقييم فيه هدي التقييم مناصفه 5 من 5 احمد عز و0 من 5 ياسمين صبري، بس ممكن اديله تعليق وما ادلوش تقييم. الاعلان ده مناظر من غير قصه، بس لو عاوزين قصه من غير ناظر اتفرجوا على اعلان اورنج بتاع بابريز، على الاقل في رساله وفي اغنيه حلوه لحسين الجسمي كالعاده في كل رمضان. وبما اني صايمه ومش عايزه اغلط في حد فاستنوني بعد الفطار للاستوديو التحليلي، بس المره دي للمسلسلات.